قولي لي مين المستفيد بخفض أسعار الفايدة؟ أكتر القطاعات المستفيدة يعني. خلينا نتكلم الأول بوجه عام. هو الحقيقة أي شركة عندها حاليا طبعا نسبة الديون مرتفعة بالجنيه المصري، عشان لو هي عندها ديون بالدولار فهي مش هتتأثر، لكن أي شركة عندها ديون بالجنيه المصري أكيد هتستفيد، لأن ده هيأثر على صافي الأرباح بنهاية السنة. الحاجة التانية طبعا أن أي شركة عندها خطط توسعية، كان في شركات كتيرة جدا الحقيقة يعني من كلامنا مع الشركات المدرجة في البورصة بتتكلم على زيادة خطوط إنتاج، زيادة أصناف مبيعات جديدة بحيث أنها تحسن من هوامش الربحية بتاعتها، ولكن كانوا في انتظار خفض أسعار الفايدة بحيث أنهم يقدروا يمولوا التوسعات دي بتكلفة نقدر نقول أنها معقولة. طبعا الفترة اللي فاتت بسبب ارتفاع أسعار الفايدة كان في شركات كتيرة جدا لجأت لزيادة رأس المال، وفي منها عمل زيادة رأس مال الحقيقة عشان يدفع ديون، أو شاف إيه أصول غير مستغلة في الشركة، حتة أرض مبنى باعه واستخدم العائد لدفع الديون يعني. وده الحقيقة شفناه في نتائج الأعمال بتاعة البنوك، الإقراض تقريبا كان يعني نقدر نقول إن هو غير متواجد، وفي بعض البنوك كان يعني المحفظة نفسها بتقل. غير كده طبعا بقى في السيولة، الناس بتتساءل يعني السيولة اللي هي بعد خفض أسعار الفايدة هل في جزء من الاستثمارات اللي كانت متوجهة للشهادات هتتجه فين؟ فنقدر نقول ان اكيد هيبقى في جزء هيستثمر في القطاع العقاري. دايما المصريين دايما بيبصوا للقطاع العقاري على اساس ان هو يعني مخزون جيد جدا لقيمة استثماراتهم. اكيد في بعضها برضو هيكمل يستمر في الشهادات الجديدة يعني. في ناس الحقيقة برضو اتجهت للشراء اللي هي بنسميها الأصول الحقيقية زي مثلا الذهب وما إلى ذلك. فأكيد القطاع العقاري أكيد هيكون برضو من المستفيدين بشكل عام. زائد طبعا إن في حاجة اسمها يعني سعر الخصم اللي احنا بنوصل بيه للقيمة العادلة بالنسبة للأسهم المدرجة في البورصة. فالنهارده لما بيبقى في انخفاض في اسعار الفايده بشكل عام ده بيأثر ايجابا على التقييمات بالنسبه لاي شركه يعني. وبالتالي عشان كده شفنا النهارده البورصه اتحركت بالايجاب يعني. ولكن محتاجين اكتر من خفض 1% عشان نشوف حقيقي اقبال كبير على سوق المال، حقيقي مش محتاجين كدا؟ على الاقل يعني محتاجين مثلا لو بتكلم ال 4% اللي هم اخرانيين اللي زادوا في شهر 5 وشهر 7، لو شفنا خفض اجمالي مثلا بال 4% دول، احنا متوقعين الخفض الحقيقه اجمالا في 2018 يبقى في حدود من 3-5% على نهايه السنه. فاحنا شايفين ان طبعا لو حصل ان احنا بس ده خفضنا ده معتمد على ايه؟ معتمد على رد الفعل بعد رفع الدعم عن الـ 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 الأمور العادية، المحروقات والتذاكر والكهرباء وغيره وبتاع، على السنة المالية الجديدة مش كده؟ يعني رد الفعل ده هو ده اللي هيقرر نسبة تخفيض سعر الفايدة ممكن يبقى قد إيه على آخر السنة أعتقد. حقيقي، ولكن برضو عشان يعني نطمن الناس شوية، هو الخفض يعني المرتقب في الدعم مثلا على الوقود او زياده اسعار الكهرباء او مثلا بعض التذاكر المواصلات وكده، لو هو تم فعلا في نفس الوقت اللي تم فيه السنه اللي فاتت اللي هو بنهايه شهر 6، ده هيكون له اثر ايجابي على ارقام التضخم. مش هنحس ان في ارتفاع ملحوظ في التضخم على اساس سنوي، اللي يعني هنشوف الاثر بتاعه على اساس شهري اللي هو من شهر لشهر الاسعار اتغيرت بقد ايه، اللي هو رد الفعل الطبيعي في البدايه يعني، وبعد كده الدنيا بتهدى بالظبط. اللي هو بعدها مثلا السنه اللي فاتت كان في 3 شهور، اول شهر بعد خفض الدعم شفنا الاسعار ارتفعت 3.5% على اساس شهري. الشهر اللي بعديها بعد ال 3.5 شفنا تقريبا 1.2%، الشهر اللي بعديها كانت اقل من 1%. فالشركات او يعني اي حد ارتفعت عليه التكلفه وكان بيمررها للمستهلك تقريبا اخذ من 2-3 يمرر الزياده دي. لكن نرجع ونقول ان على اساس سنوي غالبا الارقام هتبقى في حدود من 13-14%. لو حصل ان التحريك في الاسعار حصل في نفس الوقت اللي حصل في السنه اللي فاتت اللي هو بنهايه شهر 6.